الدولة قاعدة أيضا تقوم بدورها في إطار السياسات النشيطة للتشغيل. اليوم الوظيفة العمومية عندها أكثر ما يلزم، وإحنا علاش قلنا يلزم تقف الانتدابات. يلزمنا اليوم أيضا نحافظوا على المنظومة الاجتماعية اللي ركزتها الدولة الوطنية. الدولة تنتدب بالألاف، الدولة تشغل، الدولة تعمل، الدولة تقد، الدولة مش معقول في الوقت ذا. هي أن الدولة عندها الجانب الاجتماعي يلزم تقوم به، عندنا قطاعات استراتيجية يلزم هي اللي تشرف عليها. وشنو شنو العقدة من الخوصة؟ يا أخي ما صارتش نجاحات. مناش مع رؤية رأسمالية متوحشة تلغي دور الدولة وتقلص من تدخلها الاجتماعي وتخلي السوق اللي هي تحكم في كل شيء، ما هيش هذه رؤيتنا. يعني هذا التوجه نحو التفويت في 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 إيه بالطبيعة أجزاء الدولة معناها هذه معناها هذوما سي دو نونسونس، هذا ما نجموش نقعدوا فيه. كي نقول لك ما صار شيء في الإصلاحات، هذا مش إصلاح يعني عميق، هذا إصلاح بسيط، لكنه هذا الرؤية نتاع الحكومة هذه. وأنا كيف كيف مانيش مع الإصلاحات اللي عندها آثار مدمرة اجتماعية. احنا مع الدور الاجتماعي للدولة، احنا مع أنه تونس تكون ديمقراطية اجتماعية. الدولة دورها باش تحط مناخ ملائم للاستثمار، باش تنحي هالعراقيل أمام المستثمرين. كما يقول كارل ماركس الفلاسفة، ما قاموا كان بتفسير الواقع بأشكال مختلفة، ولكن الأهم هو تغييره.